السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات، ومرحبا بالمتتبعين ديالي الأوفياء، ومرحبا وألف مرحبا بكم، وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين. ونجيت اليوم إن شاء الله يا ربي نلبي الطلب ديال واحد المتتبعات اللي قالوا لي عاودي معنا عفاكي جلابة شتوية ديال سلسلة مدفونة. مرحبا يا البنات، هاني غنعاودها معكم على راسي وعيني إن شاء الله يا ربي، ومرحبا بكم. على بركة الله ندوزوا ان شاء الله لهاد الجلابه هذه اللي غادي نفصلوا باش نوريكم الطريقه ديالها. اول حاجه البنات، انا بغيت نخدم بهاد التوب ديال بوكليت، هذا كيتسمى بوكليت. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نبدا معكم هاد الفصاله هذه على بركه الله. وهذا كما قلت لكم البنات راه التوب ديال بوكليت، عقلوا عليها البنات، الله خرج دابا جديد، راه خرج العام الفايت كان فيه الالوان، ولكن هذا الله خرج جديد على بركه الله. كما تنقول لكم دائما كناخذوا التوب ديالنا كنديروه على 4، هانتوما البنات على 4، وكنخليوه هنا تقريبا واحد تقريبا واحد 6 سنتيمتر. هانتوما البنات 6 سنتيمتر، ها هي 6 سنتيمتر اللي خليت. هذه هي هاد الجهه هي اللي كندفنوا فيها السلسله، يعني جلابه ديال السلسله مدفونه على بركه الله. غادي ناخذوا العبار ديالنا من هنايا، من هاد الجهه هي البنات، هانتوما باش يبان لكم البنات من هاد الجهه، يعني حتى التالي باش نقطع، يعني ما غاديش نقطع دابا، باش غادي يعني غنعبر البنات العنق ديالي من هنا، التقيره ديال العنق نعبرها من هنايا. غادي ندير 8 سنتيمتر سيدا، شويه قالت لي وفي لي شويه العنق، غنوفي لها ان شاء الله. بالنسبه للكتاف عندها في الكتاف 42، ندير لها 22. ها هي النقطه ديال الكتاف ديالنا، كنهبطوا بهذا كنهبطوا ب 3 سنتيمتر، انتم البنات نهبطوا ب 3 سنتيمتر. بالنسبه للتركيز عندها 23 في التركيز، في التركيز عندها 23 البنات، حنا غنديروا 23. اللي باغا تنقص تنقص ماشي مشكل. بالنسبه للصدر كذلك تنشدوا من هنا لهنايا، بالنسبه للصدر عندها 30 سنتيمتر. ها هي البنات كنديروا 30 نيشان، ما كنزيدوا لا سنتيم ما كنقصوش سنتيم، يعني كنشدوها نيشان باش ما كتجيناش تيجيوناش هاد التركيز هادو اللي تحت البيطار، ما تيجيوش مدليين بزاف، يعني تيجيو مجموعين، تجي بياسه ديالنا كتجي مجموعه على الكتاف. ها نتوما البنات كما العاده كما تنقول لكم، يعني كنجيو لهاد النقطه هذه ديال الصدر ديالنا كنهبطوا ب 12 اولا كنهبطوا ب 13. ها نتوما البنات انا غادي نهبط ب 13، تندخل البنات تندخل ب 3 سنتيمتر، كندخل ب 3 سنتيمتر لداخل. ها هي البنات كندخل ب 3 سنتيمتر، كنجي لهاد النقطه اللي دخلت بها، هاد النقطه ماشي هادي اللي عبرت بها النوب الاولى، هادي اللي جيت بها من هنا لهنا، لا كنعبر من هادي، من هادي اللي دخلت بها. ها نتوما البنات هذا هو العبار، وكنهبطوا كذلك ب 13، داكشي باش هبطنا من هنا باش غنهبطوا من هنايا، يعني هذا الحزام. ها نتوما هبطنا هنايا تنخرجوا هنايا ب 3 سنتيمتر. والحزام عندي عندي 2، عندي في الحزام عندي 33 البنات، عندي في الحزام 33، يعني هي هذه كنيت، يعني هنا دخلت ب 3 هنا غنخرج ب 3، يعني الحزام عندي فيه 32، 33 البنات تقريبا نيت. ها نتوما البنات 33، ها نتوما البنات 33. حالا البنات كنشدوا العبار ديالنا، كنشدوا الطول ديالنا، انا راه خديت الطول ديالي طراسيتو، يعني غنهبط كما قلت لكم، غادي نهبط من هاد النقطه اللي خرجت بها، من هاد النقطه اللي خرجت بها غادي نهبط حتى نخرج ازيرو، يعني في ديك البلاصه اللي ها هو الطول ديالها. الطول البنات هانتوما البنات ركزوا معايا، ها هو الطول ديال السيده، هانتوما يعني غنخرج ازيرو، هانتوما ندخل المترو هنايا وحتى نخرج ازيرو، باش ما تجيكمش البنات دايره دوك الودينات هكا،
شتجيكم عاتيا ديكور زوين. هانتوما انا غدا حتى كنخرج ازيرو. هانتوما البنات يعني غدا حتى كنخرج ازيرو هنايا. هانتوما شو البنات طريقه سهله ومختصره. هانتوما وكتعطينا ايفازي. هانتوما البنات تعطينا ايفازي. هانتوما يعني غنقطعها باش غادي تبان لكم. غنقطعها البنات باش غادي تبان لكم. هانتوما البنات غادي نقطع نوريكم واحد شويه القطيع. احنا قطعنا العنق ديالنا. هانتوما البنات احنا قطعنا العنق ديالنا يعني كنقطعوه من هنايا وكنهبطوا من هنايا من هذه النقطه هذه الكتف ديالنا. هانتوما البنات كما قلت لكم البنات هنايا بالنسبه هنايا في التركيز يعني كندخلوا بواحد كنجيو نيشان بالنسبه للمبتدئات. كنحطوا المترو ديالنا هكا كنحطوا المترو ديالنا. هانتوما 23 كنحطوا المترو ديالنا تنجيو لهنا لهاد النقطه هذه او تندخلوا يعني كندير واحد النقطه هنايا كنديروا الوسط 23 كنديروا 11 اونص. هانتوما البنات كنديروا 11 اونص 11 اونص ها هي. وعقلوا يا البنات كنديروا 11 اونص يعني هاد 11 اونص تندخلوا كاين اللي كيدخل بجوج سنتيمتر كاين اللي كيدخل بسنتيمتر واحد. يعني هانتوما يا البنات انا غادي نخليها بجوج سنتيمتر. هانتوما يعني كندخلوا لداخل هانتوما البنات غادي حتى كنوصلوا للنقطه ديال الصدر. احنا وصلنا للنقطه ديال الصدر ديالنا. هانتوما يا البنات نتوما كيجي التركيز تيجي زوين تيجيش كبير وما تيجيش صغير. وكنهبطوا ثاني من هاد النقطه هذه لهاد النقطه هذه اللي دخلنا بها. هانتوما باش نديروا ايفازي ديالنا بالنسبه اللي كتبغي ايفازي. وحنا غاديين دابا حتى كنخرجوا ازيرو ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما قطعت البياسه ديالي هانتوما البنات هاكي كتجي البياسه ديالي يعني قطعتها تخرج ازيرو لهي. هانتوما يا البنات ودابا غادي نوريكم هنايا العنق الطريقه ديال التقويره ديال العنق. هانتوما يا البنات كنهزو هاد الخلف هذا كنهزو قبل بعدا كنديرو كنعبرو تسعود حتى العشرة. هانتوما البنات يعني كنديرها هنايا هاد النقطة هادي كنعبرها بعدا من هنا لهنايا وكن تسعود ولا عشرة أو تنديرو واحد النقطة هنايا باش نعقلو عليها. كنهزو هاد الخلف هذا ديالنا كنجيبو كنقطعو دابا غير الأمام ديالنا. هانتوما البنات كنقطعو الأمام ديالنا يعني بهاد الطريقة هادي. هانتوما البنات احنا قطعنا البنات العنق ديالنا تنجيو حتى لهنايا بلا ما كنحيدو كنزولو داك الخلف على الامام كنخليوه كنطويوه هكا بهذه الطريقه هذه باش ما نلقاوش المشكل في هنايا. يعني تنجيو هنايا للجلايله البنات يعني هنايا تقريبا عندها 73 يعني هي ما بغاتهاش كبيره ما بغاتش يعني الجلايل واسعين بزاف. يعني فاش تبغيو داك ايفازي تتكون باينه زوينه يعني وكتعطي داك الديكور زوين من التحت يعني كديروا فيها 80 سنتيمتر كتجي صندوق تجي زوينه. هنايا البنات غادي نقص تقريبا غادي نطلع بواحد 4 حتى 3 انا غادي نطلع 3 سنتيمتر
هانتوما البنات، وغادي نخرج ازيرو. هانتوما غادي نخرج هنايا ازيرو، يعني بالنسبه لي ما عرفاش كيفاش دير كتدخل هنايا بثلاثه. هانتوما البنات غادي ندخل انايا، انا دخلت انايا بثلاثه هنا، وهنا غادي ندخل بثلاثه ونص. نزيد شويه هنا غادي ندخل بديك ثلاثه ونص، يعني غدا وكنهبط هنا غادي ندخل بديك جوج ونص، يعني غادي ندخل بجوج بواحد ونص. نتوما البنات طراسيت هنايا صافي حتى كنخرج ازيرو. نتوما البنات حتى كنخرج ازيرو، هانتوما هنايا ها حتى كنخرج ازيرو. بسم الله هانتوما البنات راه دخلت هنايا بثلاثه. هانتوما البنات باش ما كتجيناش، باش ما كيجيوناش هذوك الجناب طايحين، يعني كتجينا بياسه ديالنا كتجينا دايره، كتجينا مجموعه ما كتجيناش هابطه من الجناب. راه فاش تشوفوا شي حاجه شي بياسه هابطه من الجناب هذا هو المشكل ديالها، حيت ما تتقطعش من الجناب هكا، ما تنقصوش ديك ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه على حسب كل واحد شنو كينقص. المهم انا نقصت ثلاثه، ثلاثه كتجي زوينه. هانتوما البنات دابا غادي نبدا ندير لكم، غادي نوريكم دابا الكمام، الطريقه ديال الكمام ان شاء الله. هانتوما البنات بالنسبه للكمام يعني نفس الطريقه كنديرهم على اربعه. هانتوما البنات والقاعده عندنا في التركيز عندنا 23. كنجيو لهنا البنات باش نعرفوا القاعده ديالنا، ما تنديروش 23 نيشان، كنزيد تقريبا 2 سنتيمتر، كنزيد 2 سنتيمتر حتى لثلاثة باش تجيني ديك الدوره من جايه نيشان مع الكتف ديالنا. هانتوما غندير 25، ندير 25 كنهبط هنايا البنات بواحد 10 سنتيمتر، ها هي القاعده ديالنا، وهنايا كنطلع ب 10 سنتيمتر. هانتوما البنات وبالنسبه للطول ديال السيده يعني عندها 60، يعني غادي نهبط 60 سنتيمتر، ها هي وغندير سنتيم بالخياطه، هي غندير 61. وبالنسبه للطول نيت اللي غادي نتني غادي ندير كاع تقريبا حتى لثلاثة وستين، صافي 63 كافيه تقريبا. وبالنسبه للدوره لكم عندها في الدوره لكم ديالها عندها 15، يعني غادي ندير 16، يعني غندير 16 يعني زدت سنتيم د الخياطه. هانتوما البنات يعني درت 16، بسم الله البنات. بالنسبه فاش يكونوا العيالات عامرين بزاف هنايا في وسط يديهم بحال هكايا هنايا، يعني كتهبطوا ب 10، يعني كتهبطوا ب 10 بهذه الطريقه، نيت نفس العبار كتهبطوا ب 10 وكتعبروا هنايا. بالنسبه هنايا عندي هنايا 27 تقريبا، هنايا غادي ندخل ندير تقريبا حتى لديك 23، 23 بحال هكايا ندير 23. هانتوما البنات المهم على حسابي، الا كانت المراه غليظه بزاف المهم شدوا لها نتوما العبار، الا ما كانتش غليظه عادي راه نتوما كتعيني لكم ميزانكم، يعني راه ما كتفصلوا داكشي عادي نتوما النيت. بسم الله هانتوما البنات حتى كنوصلوا هنا هذه النقطه هذه، كما قلت لكم داك النهار البنات يعني هنايا ما كنخرجوش ما كنديروش ديك هكا نيت دائره يعني برا هكايا ما كنديروهاش، يعني راه الا درتي هكا تيجيو لك يعني الكمام ديالك طايحين، تيجي تحت البيطان هنايا طايحين ومكمشين. يعني شنو تنديرو عوض ما ندخلو هكا تنخرجو عوض ما نخرجو هكا تندخلو هكا، يعني تندخلو بهاد الطريقه هادي وما كنخرجوش بهاد الطريقه. هانتوما البنات غير باش تعرفوا يعني تنخرجو بهاد الطريقه كندخلو بهاد الطريقه هادي
انتم البنات. شوفوا الكمام ديالنا البنات تيجوزو. وضروري البنات هنا كنديرو واحد الكرانه، كنديرو هنا الكرانه باش ما تلقاوش المشكل. كذلك كنشدو من هاد النقطه هادي وتنقطعو. بالنسبه لي بغات لي خاف ثلاث غلط ولا شي حاجه في القطيع، يعني كتشد المترو ديالها كنعبرو هنايا تقريبا هنا فين غنقطعو كنعبرو واحد 3 سنتيمتر بحال هكا، كنمشيو معها نيشان وكنشدو من هنايا حتى لهنا وحنا غاديين بهاد الطريقة هادي. يعني البنات غادي نقطع الكمام ديالنا باش ما نطولش عليكم وغادي نرجع نوريهم لكم ونبداو في القب ان شاء الله. البنات هما الكمام ديالنا وكما كنقول لكم دائما ها هي الكرانه، وها نتوما شوفوا البنات كي كيجيو الكمام ديالنا كيجيو رائعين وبلاتي فاش تلصقوهم راه كيعطيو المنظر كثر كاع. والبنات ها نتوما ما تمشيو فين، بقاو معايا باش نوريكم الطريقه ديال الجياب. يعني راه هادو كيشيطوا لنا من التركيز، هادي هاد البلاصه هادي هادي هي اللي كنقطعوا ديال التركيز. يعني شنو تنديروا باش نخرجوا الجياب ديالنا؟ كنطلعوا شويه لهنايا بهذه الطريقه هادي وتنديروا الجياب ديالنا. هانتوما البنات الجياب ديالنا احنا فصلناهم دغيا دغيا و تيجيو زوينين. هانتوما البنات غادي نخرجوا القب ديالنا من داكشي اللي شاطلينا، يعني هنا شاطلينا واحد الطريف غادي نفصلوه هنايا. البنات السيده باغا القب شويه وافي، بغاتو وافي يعني هنايا عندي 45، يعني غندير لها 45 في الطول، يعني راه كافي 45 راه مخيره كاع. وهنا بالنسبه لهنايا الفوق غادي ندير لها تقريبا هنايا 32 باش غادي نخيط ندير ديك سنتيم الخياطه. وهنايا كذلك داكشي باش هبط من داكشي اللي درت. البنات نسيت غادي نخلي تقريبا هنايا واحد 3 سنتيمتر، يعني غادي نعبر من هاد الثلاثه هادي، من هاد الثلاثه هادي غنعبر لهاد الجي حيت الثلاثه غادي نتنيها غتجي بانضه هكايا، نجيب بحال داك الشكل ديال بارما اللي كنديرو في الجلايل. هانتوما البنات غادي ندير هنايا كما قلت لكم 32 سنتيمتر، درت 32 هنايا غادي نهبط ب 32. حتى البنات نشوف هي هادي راسي هي باش نعرف فين 32، حتى هنايا حتى انا غندير 32 تقريبا، غندير هنا 33 ديك سنتيم ديال الخياطه، سنتيم الخياطه البنات. وهنايا البنات اللي بغيت نقول لكم هنايا دائما هذه القاعده هذه خاصها تكون يعني تكون معروفه عندكم، يعني هنايا غنخلي واحد 3 كما قلت لكم ديال سنتيمتر باش غادي يعني هذه غادي ندفنها وندير ديك البارما. وهنايا غادي ندير 25، هنا غندير 25 حتى 26، 26 ديال الخياطه راه هي القاعده كتكون فيها 25 بالنسبة للقب 25. وهاد النقطة اللي درنا ديال 32 غنحاولو نديرو 32 هنايا، نحاولو تنجيبو 33 هنايا. ها هي لي تقريبا، ها نتوما البنات ها هي لي تقريبا هنايا، نشوفو باش تعرفو نيت مزيان. شحال قلنا؟ 25 تا 26 تقريبا نيت، يعني زي ها هي 26 صافي البنات هي هذيك. دابا غنقطعوا القب ديالنا. هانتوما البنات هانتوما البنات بقاو معايا ما تمشيو فين، نقطعوا القب ديالنا بهذه الطريقه هذه
كتبقى لنا البنات واحد 10 سنتيمتر من هنا لهنا. هانتوما غنقطعو حتى نقطعو هنايا ها، وكنتعوجو بهاد الطريقة، كنعوجو شوية خياطة بهاد الطريقة، قطيع بهاد الطريقة. هو القب ديالنا البنات، هاهي الطريقة ديالو. وهنا كيما قلت لكم غادي نتني وغتمشي سنتيم هنايا، وغيجي القب ديالنا زويول، ما كبير ما صغير، يعني غيجينا هو هذاك. وانتوما البنات، ودابا ان شاء الله يا ربي راه فصلت معكم جلابه، هذا الجزء الاول ديال الفصاله، وغادي نوريكم ان شاء الله يا ربي، غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالها، وكيفاش بالنسبه اللي ما عرفاش، وبالنسبه اللي ما اللي يعني ما دخلتش عندي فاش كنت فصلت دوك، يعني دوك جلالب اللي فصلت ديال السلسله مدفونه، يعني غادي تفرج معايا فهاد الفصاله هذه والخياطه ان شاء الله يا ربي، باش تعرف الطريقه ديال السلسله مدفونه، وان شاء الله بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ان شاء الله يا ربي.